بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الإخوة يكثرون علينا في الأحداث المعاصرة، وأنا أقول لكم، هل ورد في شرع الله سبحانه وتعالى وفي سيرة الأنبياء استعينوا بالله واصبروا؟ ألستم تقرون ذلك؟ وكان في مواجهة سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهر، وقد وقع ذلك، أعني قد كان يقتل من أهل الإسلام والإيمان من يقتل، قتل بضعة أو عشرات الآلاف من السحرة في يوم واحد بعد أن صاروا ضمن الطائفة المؤمنة. كيف كان رد فعل موسى صلى الله عليه وسلم؟ هل كان لابد أن نصنع شيئا؟ أقول نعم، لابد أن نصنع شيئا، ولكن كان هو اللجوء إلى الله عز وجل، استعينوا بالله واصبروا، التقوى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. رغم وجود الأذى والألم وأن يضيق الصدر بما يقع، ولكن ليس لازما على الدوام أن يكون هذا الموقف الذي نقول عنه استعينوا بالله واصبروا أن يكون ذلا كما يقول البعض. بعض بيبعت لي رسائل يقول ربنا كتب علينا الموت ولا مكتب علينا الذل. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف الذل عندما كان يرى سمية وياسر وعمار يعذبون ويقول صبرا ألا ياسر فإن وعدكم الجنة؟ أترون هذا موقف ذل؟ أم أنه كان لا يملك لهم دفعا ولا يملك أن يدفع عنهم هذا البلاء الذي ينزل بهم؟ وقد كان أصحابه ينالهم ذلك، وقد قتل من المسلمين من قتل، والألم في ذلك علامة صحية، علامة على حياة القلب وعدم قسوته. ولكن هناك وسائل عديدة ليس يفرط فيها المؤمن، هناك وسائل عديدة لمعالجة الأمر، وأعظمها اللجوء إلى الله والاجتهاد في الدعاء والاستعانة به سبحانه وتعالى. أما المطالبة بأي عمل، عايزين نعمل حاجة، أي مطالبة بأي عمل يترتب عليه بدلا من أن يكون واحد فقط هو الضحية أن تكون هناك عشرات. وأقول لكم هناك أمثلة عديدة واقعة في حياتنا أمام أعيننا علمناها، ولا تظنوا أن أحدا يغيثكم غير الله، لا تظنوا أن هناك عالم يعرف مواثيق دولية وحقوق إنسان وإن الدنيا لما تهيج لا، ما حدش هذا دخل، اعلموا ذلك جيدا، قد وقعت وقائع. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بالعكس هناك من قد يطلب وقوع هذه لوجود المبرر لإبادة أهل الإسلام أو للتنكيل بهم أهل الإسلام الحق. الذل الحقيقي هو أن توافق على الباطل، الذل هو أن تستكين. بمعنى إيه تستكين؟ بمعنى أن تقول ما يريده أهل الباطل. وكم من بائع دينه بعرض من الدنيا في هذه الأزمان، كم من أنواع الكفر تقال بالليل والنهار والنفاق بالليل والنهار، ومواقف قدرها الله عز وجل ليتميز الناس، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وكل هذه البلايا لابد لها من نهاية. أنا أقول حتى لا يغترن البعض
أما علمتم ما وقع في بلاد المسلمين قريبا، الألوف مئات الألوف أحيانا يقتلون ولا يتحرك لهم أحد، بالعكس مباركات من دول العالم على إبادة المسلمين. هو اللي حصل في إقليم سوات بأيدي قوات باكستان، إبادة جماعية، 200,000 واحد قتل وجرح، 200,000 دي أعداد هائلة جدا خلال أسابيع معدودة، أيام معدودة، إبادة جماعية، البلد كلها تتهد على اللي فيها. سنة من سنتين تقريبا ولا أقل من سنة وشوي، 2.5 مليون يخرجون من دورهم، والغرب بيشكرهم ومش مكفيهم، يقول لا لازم أكتر من كده شوية كمان عشان ما بقاش فيه إقامة الشريعة بأي حال من الأحوال. وقد ذهبوا إلى شهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. الغرض المقصود أن الإخوة أحيانا لا تكون في موقع المسؤولية وتطلب التصرف بأي شيء، الذي في موقع المسؤولية لا يستطيع أن يتصرف بأي شيء، لأن هناك أولا عبادات لله سبحانه وتعالى يخشى أن تتوقف. مش البعض يقول لي هو صنم مصلحة الدعوة، صنم لما نكون بنعبدها، لما نكون بنقدمها على دين الله، لما نقول نقول الباطل ونذبح ونقدم قرابين من ديننا على من أجل مصلحة الدعوة. في ناس من مصلحة الدعوة تطلع تقول الكفر، يقول عشان نحصل مصالح نطلع نقول الكفر، ومفيش فرق بين الإسلام واليهود والنصارى ولا والمسلمين، ولا مانع أن نرفع شعارات الكفر ونحو ذلك. لا، بنقول أصلا ده هو اللي اسمه صنم مصلحة الدعوة، لكن ما تقولش صنم مصلحة الدعوة في من يمتنع من أعمال يترتب على هذه الأعمال سفك دماء المسلمين، انتهاك حرمات المسلمين، وكما ذكرت أولا توقف أنواع من العبادات يحبها الله عز وجل، نشر دعوة الحق. إيه دعوة الحق اللي هتنشروها وانتم عمالين يحصل لكم كل هذه البتاع وانتم ما تعملوش حاجة؟ دعوة الحق دعوة التوحيد، أن لا يعبد إلا الله. أتود أن لا يسمع أجيال كلمة إن الدين عند الله الإسلام ويسمعوا بدلا منها معانقة الهلال والصليب، وأن هذه الملل كلها سواء، وأنه لا فرق بين الإسلام وغيره من الملل؟ هل أن يكون هناك من يقوم بالحق ويطلب إقامته في الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تضحي بذلك؟ ما أمكن. طب أقول لك ممكن هيتقفل ده، الكلام ده هيظل كذلك، والله إذا لم أكن متسببا فيه فهذا أمر الله، لكن هل أتسبب في ذلك أم لا؟ هذه القضية، لا يجوز لي أن أتسبب في أن تخلو المساجد ممن يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، ويمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. ولو أن يعني من لا يراعون قضية المصلحة والمفسدة ويحبذون الأعمال التي تتم أحيانا باسم الجهاد كما يزعم البعض دون نظر إلى ما يترتب عليها، وربما عدوا مصالح ولكن نسوا مفاسد. يعني أحداث سبتمبر دي للبعض بيؤلف فيها كتب في مصلحتها، طب انت انظر إلى المفاسد التي وقعت في العالم الإسلامي كله وفي الغرب كذلك من إذعار العالم على المسلمين، مع أنهم كانوا يسيرون بخطوات قريبة. لا، هيقول لك في ناس دخلت في الإسلام، وهقول لك في ناس ارتدت عن الإسلام، وفي أرواح أزهقت بمئات الألوف إن لم يكن بالملايين من وراء ذلك. أنت ما تبصش لجنب واحد اللي أنت شايفه فقط وتقول إن مفيش ده كله مصالح، خصوصا أن الأمر قد يكون بغدر أو بنقض عهد الذي وقع في سبتمبر. يعني الغرض المقصود أن مثل هذه الأمور لابد أن يكون هناك ميزان شرعي، لا يلزم في كل مرة كل زمان ومكان له ضوابطه. كما ذكرت جاء وقت على الرسل وعلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا استعينوا بالله واصبروا، غاضب النبي عليه الصلاة والسلام من خباب
لما قال ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، قال قد كان الرجل في من قبلكم ينشر ما بين مفرق رأسي حتى ينشر بالمناشير ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من أذى إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له تعالوا نصنع شيئا، أخبروني يا عباد الله ماذا يملكه المسلمون، يعني في العواقب تهيج إذا حصل ذلك. إذا حصل ذلك فهو الذي يتمناه الأعداء قطعا ويقينا، لأنه ليس عندك نهايات عواقب هذا الأمر، ما يترتب عليه، يترتب عليه كما ذكرت سفك دماء، مبررات، مزيد من المبررات لإيقاف صوت الحق بأي طريق كان. هذا الذي يطالب به الأعداء صراحة. علينا أن نسعى، يمكن أن لا نصل، علينا أن نسعى المحافظة على ذلك، قد لا نصل إلى ذلك، لكن نكون قد استفرغنا الوسع وعملنا بما نقدر عليه. وهذا لا يعني أننا نرضى بباطل أو بظلم، بل ونحن على يقين من أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. والله لابد وأن يصل إليهم ذلك، وفي الدنيا وقد لا نراها. كم قتل شارون من المسلمين عبر تاريخ حياته، وقدر الله لكم أن تروا نهايته، وقد مات آلاف وعشرات الآلاف قبل أن يروا نهايته، وكانوا يتمنون أن يروا كيف يعذب هذا الرجل. لسه ما زال يعذب، حد حاسس به؟ يجي خبر يقول لك فلان الفلاني مات بعد صراع طويل مع المرض، ده يقعد 10 سنين 20 سنة، الله أعلم به. والله إنها لأمثلة عديدة، ده في الدنيا. وأما الجزاء الحق فهو لليوم الذي أجلت فيه الرسل، إليه الرسل، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. مش لازم كل الناس تشوف كل حاجة في الدنيا، هناك يوم قيامة سوف يحاسب عليه كل إنسان. في الدنيا مأمورون بمراعاة العواقب، وكما ذكرنا هناك أوقات لا يكون ذلا أن تقول فيه صبرا أيها الناس فإن موعدكم الجنة، ويمكن أن تأتي أوقات تقول إنكم تستعجلون ولا يكون هناك رد فعل محسوس، وإن كنا نملك شيئا فلنفعله. ونحن كما ذكرنا ننكر ونطلب بالحق ونسعى إلى إغاثة المظلوم ونمنع الظلم عن غيره، نسعى، ولكن لا تظنوا أننا نطيق كل شيء ونملك كل شيء، أو بمجرد عمل معين يغلب على الظن فيه زيادة المنكرات، زيادة انتهاك الحرمات، لا يمكن أن يقدم عليه من يتحمل المسؤولية، وإلا فهذه فعل مسؤولية. البعض يسمي ذلك جبنا وذلا، وكما ذكرت هذا طعن فيما فعل مثله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجبن المذموم أن يكون عندي ما أواجه به عدوي، للعلم العدو الأساسي في ذلك، العدو الأساسي في ذلك العالم الذي يكره الإسلام من الكفار والمنافقين. ربما يكون البعض كالأداة والقفاز، والبعض يظن أن
هؤلاء هم المقصودون، وليس كذلك. أقول قد رماكم العالم عن قوس واحدة، ومع ذلك اصبروا واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وقولوا قولة الحق وعلموا الناس، لأننا نكتشف كثيرا في مواطن الفتن أن دعوتنا كأنها مطر رذاذ لم يضرب بجذوره إلى بذور المجتمع التي تنبت الخير، إنما أظهرت فقط بللا على ظاهر الأرض. وإلا فأتعجب والله من الكم الهائل من النفاق والزندقة الذي يطلق ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن يحارب الدين، ممن يطعن فيما شرعه الله عز وجل، وكما ذكرنا ممن يسوي بين الملل، ممن يرفع شعارات الكفر والعياذ بالله. كمية هائلة طلعوا منين دول؟ كل دول طبعا لأن الناس قلقة ومنزعجة من ظهور مظاهر التدين، فيريدون حربها بكل سبيل. أرجو أن يكون الإخوة أكثر استيعابا لظروفنا وأحوالنا، وأن لا يزيدوا علينا البلاء والهم بأمثلة من الرسائل والأسئلة المؤلمة. يقول لك يعني كفاية زل كده، نسأل الله العافية. أنا يعني تؤلمني هذه الرسائل إضافة إلى الألم. أنا بعض الإخوة يقول لي لا تتألم، أنا مش قادر ما تألمش، لأن لازم الإخوة يدركم أن ليس بيدك أن تصنع كل شيء، ولابد أن تعي الحال الذي أنت فيه. ما أنتوا السبب، ما أنتوا اللي ضيعتم هذه، وصلتونا إلى هذا الحال. أظن أن هذا نحن خرجنا إلى العالم، ولدنا في عصور الاحتلال وما بعد الاحتلال، اللي منا شهد احتلال بلادنا بقوات الأجانب من أهل العلم السابقين، ومنهم من شهد ما بعد ذلك، القوات انسحبت بس بعد أن اطمأنت بوجود أجيال تنفذ ما تريد، اللي بيسميهم الشيخ أحمد شاكر أبناء أعدائنا منا. وجدنا عندما نشأنا كان لا يذهب إلى المساجد إلا من فوق 65، اللي الناس بتتندر دلوقتي. أنا أتذكر عندما كنت أذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، ولم يكن أحد من 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 لا من الأسرة ولا من غيرها ولا من الجيران يذهب إلى المساجد، كان هم 5 أنفار كلهم فوق سن المعاش، في تقريبا يعني حوالي 73 أو نحو ذلك، يعني من حوالي نقول كان 37-38 سنة. كان اللي تحط شرب على شعرها مبينة نص شعرها يقولوا عليها زمان مش متطرفة، كانوا يقولوا عليها متزمتة. لا يوجد أحد يلتحي في البلاد كلها إلا طائفة منعزلة تقريبا. المينيجيب والمايكروجيب هو ده الزي المعتاد للفتيات. وكان في بلا شك يعني مفاسد موجودة دلوقتي أشد مما مضى، ولكن بلا شك قد صار هناك من يمسك القرآن ويصلي، يمسك يقرأ المصحف يصلي، يصوم رمضان ولا يجهر بالفطر، بل ولا يعني يخفى عليكم كيف يعني تمتلئ المساجد في صلاة القيام في رمضان. دعوة التوحيد بأنواعها المختلفة، معرفة الأسماء والصفات، ودعوة التوحيد في الربوبية وفي الألوهية. أنا أقول نحن ورثنا عقودا، لا أكثر من عقود، قرونا من التفريط. لا أبرئ نفسي وإخواني والدعاء من تهمة التفريط، ولكن أقول على الأقل لست السبب في هذا الواقع الأليم. لا شك أن الواقع الأليم يشارك فيه كل ظالم، كل بائع لدينه، كل باحث عن كرسي، عن منصب، عن مال، يبيع دينه بعرض من الدنيا يشارك فيه، فسوف يسأل عنه يوم القيامة. وكل من يداهن ويقول للباطل أنه حق، في فرق كبير بين المداهنة وبين مراعاة المصالح والمفاسد.
المدهنة أن تقول الباطل. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الركون إليهم مش إن هو ما كانش بيقاتل في ذلك الوقت، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه وعلى أصحابه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وهم في مكة مضطهدون معذبون، لم يرفعوا سلاحا في وجه الكفر. ومع ذلك، عشان نفهم يعني إيه معنى الركون، معنى المداهنة، معنى المجاملة على حساب الدين، كان المطلوب منهم أن يوافقوا على الباطل. هل وجدتم من مشايخ الدعوة، من دعاة الدعوة الذين عرفتموهم، أنا ما بقولش تزكية للجميع ولا كل من تسمى بالسلفي أو نحو ذلك، ولكن أتكلم عن أن على الأقل الدعاء الذين عرفتم، هل وجدتموهم يغيرون يعني عقيدتهم وكلامهم ودعوتهم لموافقة الباطل؟ بفضل الله ما حدث ذلك، ونسأل الله أن يثبتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم الكافرين والمنافقين وزلزلهم وانصرنا عليهم. ربنا إنا مغلوبون فانتصر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أوهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عامنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول للإخوة: استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإنا لله وإنا إليه راجعون.